السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. كنت عايزة أسأل حضرتك يا شيخ، لو أنا زوجي بيشتغل في شركة مهندس وبيجي في النفايات، يعني بيبقى قطع غيار في النفايات أو كده وبياخدها، حرام ولا حلال؟ يعني بياخذ اشياء من الزباله ترمى كذا، يعني بتكون بايظة، يعني تكون قطع غيار بس بايظة. الشركه سامحه بهذا ولا تسمح؟ لا، هي الشركة مش بتدقق، مش يعني الحاجة بتترمى في الصحراء، شغل في الصحراء. اذا كان ذلك كذلك، فلا بأس بذلك، لقول الرسول عليه السلام: لك او لاخيك او للذئب. ما معنى لك او لاخيك او للذئب؟ واحد سأل الرسول عن الشاه، ضلت الماعز، واحد وجد معزه عنزا في الصحراء، فبيقول: يا رسول الله اخذها ولا ما اخذهاش؟ قال: لك او لاخيك لصاحبها او للذئب. ام اذا اخوك ما جاش ياخذها وانت ما اخذتهاش، من سياخذها؟ من سيأخذها؟ تفهم معانا؟ أنت وجدت كبشا في الصحراء، والصحراء فيها ذئاب كثيرة، وجدت شاة، تأخذيها أو تتركيها؟ لا، أخذها عادي. أنت تأخذها ليه؟ ما أخذتهاش، مين اللي هياخذها؟ الذئب سيأتي يأكلها. فكذلك النفايات والزبالة، القمامة فيها مثلا شيء نافع، فيها قلم موجود في القمامة، قلم جيد وسيرمى ويكسر، إذا لم أخذه سيكسر ويفسد. تمام يا شيخ. إذا يجوز لزوجك أن يأخذها.